بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة العلوم. درس النهاردة توصيل الحرارة. أنواع الترمومترات. أولا الترمومتر الطبي، ده ترمومتر طبي بيتكون من رقم واحد مستودع الزئبق، مكان تجمع الزئبق، اختناق، وده موجود في الترمومتر الطبي بس. أنبوبة شعرية، ده أنبوبة رفيعة بيمر فيها الزئبق. أنبوبة زجاجية سميكة اللي هو الجدار الخارجي للترمومتر الطبي. يبقى تدريج الترمومتر الطبي بيبدأ من 35 درجة سيليزية حتى 42 درجة سيليزية، وكل درجة مقسمة إلى 10 أجزاء. استخدامات الترمومتر الطبي. عشان نستخدم الترمومتر الطبي، أول حاجة لازم نطهر الترمومتر الطبي بكحول إيثيلي. نمرة 2، نجفف الترمومتر من الكحول باستخدام قطعة قطن. رقم 3، نرج الترمومتر جيدا حتى يعود الزئبق إلى المستودع. رقم 4، ضع الترمومتر أسفل اللسان لمدة دقيقة واحدة. رقم 5، أخرج الترمومتر وسجل قراءة التدريج المحازية للزئبق. رقم 6، نطهر الترمومتر مرة تانية بالكحول ونحطه في العلبة بتاعته. بيم تفسر وجود اختناق في الترمومتر الطبي. الترمومتر الطبي موجود أعلى مستودع الزئبق اختناق. طب الاختناق ده وظيفته إيه؟ بيمنع رجوع الزئبق إلى المستودع بسرعة حتى نتمكن من تسجيل القراءة بسهولة. بيم تفسر السؤال الثاني، لا يتم تطهير الترمومتر الطبي بماء يغلي، لأن درجة غليان المية أعلى من 42 درجة. درجة غليان المية بتبقى 100 درجة سيليزية. إيه اللي بيحصل؟ يتمدد الزئبق ويضغط على جدار الأنبوبة الشعرية فينكسر. ثانياً الترمومتر المئوي. الترمومتر المئوي زي الترمومتر الطبي بالظبط، بس هو أكبر شوية وفي بعض الاختلافات. أقل درجة في الترمومتر المئوي صفر، ودي درجة تجمد المية، وأعلى درجة 100 اللي هي درجة غليان المية. تدريج الترمومتر المئوي يبدأ من صفر درجة سيليزية حتى 100 درجة سيليزية. ده مستودع الزئبق، ودي الأنبوبة الشعرية، ودي أنبوبة زجاجية سميكة. استخدامات الترمومترات. أولا الترمومتر الطبي بيستخدم في قياس درجة حرارة الإنسان. الترمومتر المئوي بيستخدم في قياس درجة حرارة السوائل. بيم تفسر، يفضل استخدام الزئبق في صناعة الترمومترات. نمرة 1، الزئبق معدن سائل فضي اللون يمكن رؤيته بسهولة من خلال الزجاج. نمرة 2، الزئبق جيد التوصيل للحرارة. رقم 3، الزئبق مادة منتظمة التمدد بتعطي تقدير دقيق لدرجة الحرارة. 4، لا يلتصق الزئبق بجدار الأنبوبة الشعرية. 5، يبقى الزئبق سائلا بين درجتي حرارة سالب 39 درجة سيليزية حتى 357 درجة سيليزية، وهذا يعطي مدى واسع لقياس درجة الحرارة. حل تدريبات كتاب المدرسة. السؤال الأول، أكمل العبارات التالية. رقم 1، تدريج الترمومتر الطبي يبدأ من درجة حرارة 35 درجة سيليزية إلى درجة حرارة 42 درجة سيليزية. السؤال الثاني، يوجد اختناق في الترمومتر، ترمومتر نوع ايه؟ الطبي. رقم 3، من انواع الترمومترات ترمومتر طبي وترمومتر مئوي. 4، يستخدم الترمومتر المئوي في قياس درجة حرارة السوائل، ويستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة الإنسان. السؤال الخامس، الترمومتر هو جهاز يستخدم لقياس درجة الحرارة. سؤال رقم 6، يتجمد الماء عند درجة حرارة صفر درجة سيليزية
ويغلي الماء عند درجة حرارة 100 درجة سيلزية. السؤال الثاني، ضع علامة صح أو خطأ مع التصويب. العبارة الأولى، يستخدم الترمومتر المئوي في قياس درجة حرارة الإنسان. طبعا العبارة خاطئة. إيه الغلط؟ كلمة الإنسان، هو يستخدم في قياس درجة حرارة السوائل. السؤال الثاني، تدريج الترمومتر الطبي يبدأ من 0 حتى 100 درجة سيلزية. العبارة خاطئة. الكلمة الغلط اللي عند الطبي والتصويب المئوي اللي تدريجه من 0 لـ100 ده الترمومتر المئوي. السؤال الثالث، يستخدم الترمومتر الطبي في قياس درجة حرارة السوائل. العبارة خاطئة. ايه الخطأ اللي في العبارة؟ كلمة الطبي اللي بيستخدم في قياس درجة حرارة السوائل الترمومتر المئوي. رقم 4، يوجد في الترمومتر المئوي اختناق فوق مستودع الزئبق. العبارة خاطئة. الكلمة الغلط المئوي، الاختناق موجود في الترمومتر الطبي. السؤال رقم 5، السائل المستخدم في الترمومتر الطبي هو الماء. العبارة خاطئة. كلمة الماء هي الخطأ. أمال إيه؟ الزئبق. السؤال الثالث، اكتب المصطلح العلمي. رقم 1، أداة تستخدم في قياس درجة حرارة المواد السائلة. الترمومتر المئوي. أداة تستخدم في قياس درجة حرارة الإنسان. الترمومتر الطبي. السائل المستخدم في صناعة الترمومترات. الزئبق. إن شاء الله الدرس القادم حل تدريبات كتاب المدرسة على الوحدة الثانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.